الاخت ديالي ما جولها جريدات، واحد عدو عامين مات، واحد عدو 14 عام باقي ما لقيناش الى حد الان من البارحه الشوقع. يعني كانوا جايين من واتزن، والكار باقي لي معدش 20 كيلومتر الكار، على حسب ما تيقولنا راجل انه كان لافو ديال الشيفور، يعني كان قريب تيشوف في الواد بحال هكاك هو لحق ودخل فيه. من دخل صافي سكت به الكار، ما بقاش بايدي ماري به الكار، صافي من ضربوا داك الواد وداك الشيء بدا تيتقلب ربعة القلبات. اللي بقاو داخل في الكار ماتوا، واللي خرجوا راه داهم الواد. الاخت ديالي دابا في الانعاش، جينا دابا البارح في الليل دابا حقاش مع العشرة ديال الصباح صونوا علينا حنا الجوندارم، وصونا علينا راجل خشي قالنا ودا اللي كاين واللي كاين واللي كاين. دابا الحاله ديال الاخت ديالي دابا شويه محرجه حقاش مع ديك الصدمه ديال الوليدات وداك الشيء، يعني الانسان راه باقي لو حي الحاله النفسيه ديالها هي باقي ما مستوعبهاش بداك الشيء اللي وقع. الحاله الصحيه دابا ديالها باقي محرجه شويه دابا حقاش عندها واحد المفريه ديالها. ضاعوا ليها جوج وليدات ماتوا وهي باقا في الانعاش، باقا في غيبوبه، وراجلها وبنتها منعوا. كانوا معاه الوليدات مشاو، واحد راه دابا كاين تنتسناو نخرجوه، ومولا 14 عام راه باقي ما صابوش. تلاقينا الخبر حنايا كاينين في الباب، كنت عند اختي في الباديه، تلاقينا مع ديك الوحده ونص، جاتنا الخبر شدينا الطريق جينا حنا بيتين هنايا، ما جا عندنا حتى شي واحد. حنا تنتسناو الدري واش يبان ولا يلقاوه يقولوا لنا حنا لقيناه، ونتسناو الدري واش غادي يخرجوه لينا باش ندفنوه. هذا الشيء اللي تنتسناو اولتي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.